لو عاوز يوصلك التحديث الرسمي لشاومي الميواي 12.5 او 12.5 قبل كل الناس، تابع معنا الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. تحديث الميواي 12.5 او 12.5 لشاومي بينزل حاليا لموبايلات معينة، بينزل بنسخة البايلوت، بايلوت اللي هي النسخة التجريبية، بحيث انهم بيستعينوا بناس من الجمهور او ناس من المستهلكين يجربوا النسخة علشان لو فيها اي مشاكل يعملوا بيها ريبورت المطورين. فبالتالي الموبايلات اللي مقرر ليها ان يوصل لها الميواي 12.5 بيطلبوا منها عدد معين من كل اصدار، بحيث ان يكون جربوا على الاصدار ده بنسبة معينة، بناء عليها هو الاصدار ده بيكون صالح او متاح لي انه ينزل النسخة او مش هيكون في اي مشاكل لو وصلوا تحديث الميواي 12.5. وطبعا شاومي كانت فتحت باب التسجيل لكل اللي يحب انه ينضم لنسخة المي بايلوت للجلوبال ستيبل او النسخة المستقرة من الميواي 12.5، وناس كتير كانت قدمت. لكن من كام يوم تم فتح باب التسجيل مرة تانية لبعض الموبايلات اللي ما اختبروش كمية اجهزة مناسبة منها، بحيث يتأكدوا هل الموضوع هيكون مناسب او هل النسخة هتكون مناسبة ليهم او الاصدار بمعنى اصح هيكون مناسب ومستقر معهم ولا لا. وبناء عليه تم توفير رابط معين تقدر تدخل عليه وتسجل لو انت عايز تبقى جزء من المي بايلوت اللي هم هيجربوا الجلوبال ستيبل ميواي 12.5 او النسخة العالمية من تحديث الميواي 12.5 لو انت معاك جهاز من الاجهزة اللي هم لسه عايزين يجربوا عليها. وطبعا كل الاجهزة اللي هم طلبوها هتكون موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس. ما تنساش قبل ما تبدا لو عجبك الفيديو انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من مستخدمي شاومي ويستفيدوا منه. الموضوع بسيط، اتفقنا؟ اتفقنا. دلوقتي انت لما بتفتح اللينك او الرابط بيكون ظاهر عندك في البدايه شويه متطلبات معينه لازم تكون متوفره علشان تقدر تكمل، او نقدر نقول شويه تنويهات بسيطه بناء عليها بتحدد انت بتكمل ولا لا. لو الحاجات اللي هما بيتكلموا فيها دي مظبوطه معاك وتمام بتدوس على اجري اند ستارت. طبعا هو الكلام عندك بيكون بالانجليزي، لكن لو لاي سبب ظهر عندك بالصينيه فبيكون عندك ترجمه في جوجل كروم، بحيث انك لو الكلام مش واضح تقدر تعرف هما عايزين ايه بالظبط. اول سؤال بيطلبوا موافقتك على انهم هيجمعوا المي اي دي والاي ام اي اي علشان بناء عليهم او بناء على بعض البيانات الخاصه بالتليفون بتاعك هيقدروا يعرفوا هل التست بتاعه متوافق ولا لا. بعد كده بيطلبوا انك تاكد انك فوق 18 سنه، فبتدوس على 18 او 18 years old and above. بعد كده بيطلبوا منك رقم الاي ام اي اي، وده بيظهر عندك من الخطوات دي، يعني بتدخل كده وكده فبتلاقيه قدامك، بتكتب رقم الاي ام اي اي بتاعك. بيسالوك ايه نوع الموديل اللي معاك، هل هو تابع لمي ولا تابع لريدمي ولا تابع لبوكو. فطبعا مثلا انا بيبقى تابع لريدمي، وبعدين بتدوس نيكست، واكيد انت بتعرف حاجه زي كده من خلال التفاصيل اللي هتكون موجوده في الديسكريبشن بوكس تحت. بعد كده بيقولوا لك حدد موبايلك بالظبط، وزي ما قلنا انت ما ينفعش تختار موبايل غير الموبايلات اللي هتكون موجوده في الديسكريبشن بوكس تحت. بعد كده بيسالوك ايه اخر اصدار سوفت وير موجود عندك، هما مشكورين في سؤالهم جايبين لك الخطوات اللي تعرف منها وازاي تقدر تحدد هو اصدار ايه بالظبط. واخر سؤال فيما معناه نقدر نقول ان هو موافقتك على انك بتقر ان كل البيانات اللي انت قلتها هي بيانات صحيحه 100% وانك جايبها بكل صدق، فالمفروض انك بتدوس على يس وبعد كده بتدوس على نيكست. بعد كده بيظهر لك كلام انجليزي كتير كده فيما معناه ان هو مبروك انت تم تسجيلك كده في المي بايلوت للنسخه البيتا من المي واي 12.5، وانك بس تنتظر لحد ما يوصل لك اشعار، وبيكون معاه الستيكر ده بتاع المبروك يعني. وفي النهايه لو انت موبايلك من الموبايلات اللي مذكوره تحت او اللي جايبين سيرتها تحت تقدر تسجل فيه في اسرع وقت ممكن علشان يوصل لك النسخه التجريبيه، بحيث لو انت عايز تستمتع بالمي واي 12.5 قبل باقي الناس. وغالبا من نهايه الشهر ده او بدايه الشهر اللي جاي لحد شهر 8 او نص 9 مثلا بحد اقصى هيوصل التحديث لكل الموبايلات اللي المفروض يوصل لها. وبس كده، دي كانت نهايه الحلقه. ما تنساش تعمل لايك زي ما اتفقنا، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف تعمل عليهم اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرته على الانترنت ولا لا تقدر تسيبهم في التعليقات ومش هتاخر عليك. نلقاكم على خير.